عزيزا كريما كعادته، مضمخ بالدماء وهو عزيز أبو عبد الله، مضمخ بالدماء وهو كريم. قطعوه ولكن كرامته لم تقطع، رداؤه العز والفخر والكبرياء. فخرج عزيزا سيد الشهداء، الله يرحم سيد عبد الحسين الشرعي، يصور صورة حتى ما أطيل يعني الوقت محدود، يقول رفع راسه ونده يا صاحب الباس قوم بساع طلع اختك يا عباس. زينب قال له ما تطلع، مو هكذا تعي زينب قوم وتطلع، لا زينب بتعلي احنا، هي طلعت ما طلعت احنا ما نريد زينب تخرج بهذه الشاكلة. ابو الفضل هاي زينب بنت الزهراء، لما تطلع زينب تخرج لازم جلالة، اكو مراسيم اكو طقوس لهذه الحوراء. ابونا علي كان اذا خرجت زينب يمشي قدامها، الحسن الحسين يمينها الشمال، هاي زينب المصانة. روح انت ابو فاضل وقولها زينب قوم وياي، زينب امني الطريق كله، كل سفرتنا انا خادم الت زينب. ابو فاضل هم تاني يشوف نفسه دون المقام، قال له ابا عبد الله انا يعني انا زينب تقبلني انا اكون خادم لزينب؟ قال له انت كفؤ كريم بالفضل، وزينب تحبك وانت نور عين زينب، روح وزينب راح تقوم وياك، بس يشوف ابو فاضل هي. رفع راسه ونده يا صاحب الباس قوم بساع طلع اختك يا عباس، خل نضعا قبل ما تسمع الناس، وعلينا يا ابن ابوي الخلق تلتمج عباس لخته وطبع عليها، جذب سيفه وقف ما بين ايديها، شالت راسها وشافت وليها، سلموا بوجه زينب تبسم صاحت يا هلا بجيتك يا عباس، يا نور العين الجاس بالنوماس، اشوفك محتزم بالدرع والطاس، واشوف انك بجيتك هاي مهتم، قال لها وعليها زرق عينه، نريد السفر يغتمن المدينة، اخونا اهل العراق مكاتبين مكاتبين، وليهم بالسفر هاليوم عزم، ما يخالف ابو فاضل انا رايحة رايحة، تقول لا صاحت يا ضو عيون ودليلي، اقعد يا ابو فاضل احجيلي، ياهم نطلع وياكم شفيل، يا يبار محمل وبي يتوزى، دق ايد على صدره وقال يا اختي قومي بشيمتي وطلعي، بختي انا خيج لفدي لك رقبتي من يدناج وبجف المحتم، اللي عنده حاجه يلا عمي. يقول طلعت زينب وطلعت العيلة وركبت والضعن طوح، والله طوع دليلة دليلة يا لنبت للضعن صوت العليل. شايفي كل مريض يا الله ادفع عنا هذا الوباء يا كريم، لنبت للضعن صوت العليل العليل، يا حاد الضعن بالله الحال ترحم، صاحت صوت يا ابو ياخذوني، وحدي بهالبلد لا تخلوني، عقبكم يا اهلي يعمن عيوني، عليلة والجسم يلظم بالسام. يقول ناداها الحسين ودمعة تسيل، يا بعد اهل سفرنا دربه طويل، يا ابوي انت عليلة وجسمك نحيل، وعلى المثلك يا ابوي السفر يحرام، تقول ابوي انتوا رايحين كلكم، ما مخلين وياي واحد من اهلي من اخوتي، يرد الوحش علي، تقول له ابويا ابويا على البعد ماليش طاقة، واخوي الطفل ما اقدر على فراق، عبد الله عزيز علي، انا اشم وحدي بشمة طواقة، يهون فراقكم وياي لو تم. راحوا طلعوا لكن شوفوا الصورة، يقول ظلت اكيد اكو يتيمة تسمع صوتي هس وينكسر قلبها، الابو اذا راح راح
انهدمت هيبة البنية، تنهدم هيبتها. ادقل له ابو يا ابو يا 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 ابو ادقل له ابو خذنا وياك بو يا مو عليلة، وعلى ضعنك ترى نموت ثجيل، ويا البنية خلاف والد ذليل، البنية خلاف والد ذليل، يا 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 وشوف ان سفرتك عني طويل. يقول قبلها ومشى دمع يسيلا وراح ويا الظعن مهدوم. ويتأثر عليها الحسين، والله راح ويا الظعن مهدوم، حيلة حيلة ركضت ماخذة بيد العقيل، ركضت على عمتها زينب، عم اخذوني وياكم، والله رقمت ماخذة بيد العقيلة، صاحت زينب وهدمت حيل، والله صاحت زينب وهدمت حيل، اخذها وياك عبد الله تشيل، والله اخويا اخذها وياك عبد الله. يا 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 يونا ون على هاي فاطمة، وإذا عندك آه اطلب من الله بجاه يطيب الآه والحسرة اللي بقلبك. يا الله بيت واحد بعد يقول ضلت العليلة تقول له يا ابويا مودع الله وراشدني، عيست بعد ما عندها أبد ما عندها رجاء ياخذوها وياها، والحسين طالع تقول له يا ابويا مودع الله وراشد النية، بس خلى على بالك عندك بني. شنو حالها؟ والله بنية عليلة وتنتظر منك بعد جاية، يا القضيت عمرك عينك علي، والله ابويا يا القضيت عمرك عينك